المهام مبنية من أساس من أربع حارات اللي هن محاجنة، محامير، جبل، جبرية. طبعا اليوم هذا من اليوم متوسع صار أكبر بكثير، في حارات كثيرة كان في عالي كثير، أما كان قيام دولة إسرائيل في 48 أجوا سجلوا الناس، ما سجلوهنش حسب حسب العائلة المضبوطة، أجوا أخذوا الحارة عائلة فلانية سجلوهن كل المحاجن، الحارة إغبارية محامين. يعني اليوم أنا موجود اسمي محاجني على الهوية، بس مش كل اللي بالمحاجن بكربولي، أنا عائلتي الأصلية دعدوش، في محاجني طميش، في أبو رعد، في ضرب غزالي، كله محاجني، بس إحنا كقرابة قرابة دم ما فيش قرابة دم، بس كلها مسجلين محاجني. أم الفحم رغم إنها مدينة بس أنا بعدها في كثير من أشياء هي صفاتها هي صفات كروية. إحدى الأشياء إنه تقريبا الكل بيعرف الكل، يعني أغلب الناس تعرف الناس، طرقها والسفر الداخلي كله شككري، فيش عندنا لا باصات ولا تاكسيات من حارة لحارة، كل واحد بيعتمد على سيارته الشخصية أو على إجرين ويتنقل من محل، وهي مشكلة من المشاكل اللي بتواجهنا. البلد القديم كثير ضيق، بسمحش لمواصلات عامة، طبيعة الأرض، جغرافية الأرض، الميلان القوي شوي بصعب علينا من ناحية مواصلات عامة. عدد السكان في تزايد ما يقارب 60,000، أغلب الناس هي طبقة عاملة تشتغل في العمار. كثير عندنا كمان ظاهرة النجارة، نجارين كثير، مناجر في بملفحم، ملفحم مشهورة بالأثاث. المضبوط في السنوات الأخيرة في تقدم جيد من ناحية تجارية في ملفحم، في محلات تجارية كثيرة اللي بتدعي كثير من الكرة، هذا كثير بشغل أيدي عاملة. في عندنا كم رجال أعمال كبار اللي هم كثير بشغلين ناس في ملفحم، هذا كثير إحنا نتأمل يعني إنه يكون كثير رجال زي هذول اللي بشغلوا ناس في ملفحم، اللي بلاش يطلعوا على تل أبيب من الساعة 4 الصبح ويجوا يرجعوا على البلد لأنه صعب الإشي. موقعها الجغرافي جبال شديدة الانحدار، إيجابياتها إنه بتعطي كل دار تقريبا في إلها منظر تقدر تشوف، بما إنه هي عالية تشوف المنظر اللي تحتها. سلبياتها إنه تكاليف عالية في البناء، وإحنا رايحين نشوف كثير بيوت اللي مستغرب كديش دفعوا مصاري تطلعوا على وجه الأرض، تطلعوا من الجبل كديش كحف، حتى في الخلفية بتقدر تشوفوا كثير هاي الشغلة كديش الميل تم الفحم. تتميز عن باقي المدن العربية، كلياتها مسلمين، كل سكانها مسلمين على الإطلاق. تتميز في كثرة المساجد، ما يقارب 17 مسجد بملفحم. انتفاضة الروحة هي انتفاضة قامت بعد صدور قرار لوزارة الداخلية في مصادرات أراضي من مدينة ملفحم، الأراضي الزراعية اللي هي هاي الأراضي بتقع بشمال وادي عارة، بتقع من فوق حي عين إبراهيم حتى قرية معاوية. طبعا هي هاي الكنز الوحيد الأراضي الزراعية اللي ظل أم الفحم. بعد صدور هذا القرار كان عملوا خيمة اعتصام في الأراضي، فهاجمهن للشباب الموجودين، من ضمنهم كان الشيخ رائد رئيس الحركة الإسلامية كان موجود في الخيمة، فانتفضت البلد ونزلت البلد على وادي عارة. بعد يوم الروحة صار قرار حكومي إنه رجعونا قسم كبير من الأراضي، وهي الأراضي اليوم رجعت الناس تفلحها، لأنه في نطاق البلد ما ضلش أراضي زراعية. الروحة هي في الشق الثاني، خلينا نقول شمال وادي عارة اللي هي من فوق حي عين إبراهيم لحد معاوية، هي اسمها المنطقة الروحة. أم الفحم في 89 كان مش مصادق ولا على خارطة مفصلة، كان بس الخارطة الأصلية اللي عمليا مش خارطة، اللي هو كان مجرد كتابات في تعليمات معينة للهندسي. 89 لليوم، اليوم تقريبا أم الفحم مغطاة في 85% من ناحية تنظيم وبنى وترخيص، اللي هو الكل بتعترف، كل حتى وزارة الداخلية بتعترف انه ما فيش مثيل لبلدية قسم الهندسي في هاي السنين القصيرة، تقريبا ترخيص لكل اغلب البلد تقريبا ل 80-85%.
حصلت العرض في ام الفحم قبل 16 سنه من منطلق انه انا بدي طبعا بلدي تكون بلد اللي فيها حضاره وفيها فن، فيها فن تشكيل، فيها مسرح، فيها سينما، والامور هاي ما بتصح الا اصحاب البلد اللي هم عايشين فيها بياخذوا مسؤوليه على حياتهم وبقرروا انه يوم من الايام انه الوضع اللي احنا عايشين فيه مش لازم احنا نعطيه كمان يستمر، لانه احنا بدنا كل انسان بيحب بلد تكون احسن بلد وفيها كل المقومات الثقافيه والاجتماعيه. فانا لما قمت الجاليري هنا كانت انه احنا بنقيم جاليري في ام الفحم، الهدف انه احنا ندعو الفنانين التشكيليين الفلسطينيين والعرب من كل الدنيا يصلوا ام الفحم ويكتشفوا ام الفحم من خلال المعارض الموجوده فيها. فاحنا بنقول ام الفحم لها تاريخ ولها حضاره كمان، فمشان كمان احنا نعطي اولادنا وجيلنا يدور ويفتش على ماضيه، لازم نعطيه كمان مستقبل منيح ونعطيه حاضر ممتاز اللي من خلاله يقدر يحب يتطلع على الماضي تبعه ويقدر يحلم في مستقبل اخر. يعني لما الواحد بده يجي عنده ضيف من ريت ام الفحم بيساله شو في عندك في ام الفحم، ما بقول له طبعا عندنا جبال حلوه وعندنا مناظر حلوه وعندنا ازقه حلوه، عندنا كمان محلات اللي احنا بنفسنا بنيناها، احنا كوناها حضرتنا بايدينا. فالناس طبعا لما كانت جاليري صغيره الناس بالاول كانت في عندها كثير مع الموضوع، شو المشكله كانت هنا انه اهل ام الفحم بقولوا جاليري في ام الفحم هي شيء ضروري جدا ومهم، بس احنا حاليا في عندنا احتياجات ثانيه، والاحتياجات الثانيه هي عمليا لقمه العيش اللي كانت بام الفحم اللي هي مش مؤكده من يوم ليوم يعني. فكثير من الناس في ام الفحم هنا بتركوا ام الفحم وبتسهلوا كل يوم للمدن الكبيرة تل أبيب وحيفا والقدس يدوروا على مكان على محلات شغل هناك. فيعني لما تسألي شخص من الفحم تقول له كديش عدد سكان من الفحم، السؤال اللي بيجي بعده بسألك إياه بقول لك بتعلق بأي ساعة بتسألي أنت؟ إذا بتسألي الساعة 7 الصبح ما أنا في 20,000 واحد تركوا من الفحم وراحوا يشتغلوا بتل أبيب. الجاليري هي كانت مرحلة أولى بالنسبة لنا، المرحلة الجاي هي أول كانت مرحلة هي بناء جاليري 100 متر، فالمرحلة اللي كانت بعدها هي نوسع الجاليري لأكبر من هيك مشان كمان تقدر تتسع لكل الأفاق وكل أحلامنا وكل طموحاتنا. فاليوم عندنا جاليري اللي هي 1700 متر اللي هي بتعطي أجوبة للمسرح والسينما في عنا للأطفال وجميع الأجيال، وتعطي كمان ورشات عمل، وبتعطي كمان هي الجاليري هي قديش هي ضخمة اليوم، تعتبر ضخمة بس حاليا عادت لا تكفي لكل طموحاتنا وكل احتياجاتنا، لدرجة انه اليوم احنا على أبواب إقامة أول متحف فلسطيني للفن المعاصر. والمتحف الفلسطيني الأول للفن المعاصر هو متحف اللي بده يحوي في داخله جميع طموحات الفرد الفلسطيني في الداخل وخارج البلاد، إن كان في الشتات وإن كان في الضفة وإن كان في القطاع وإن كان في عرب 48 طموحاتهم كلها. وعمليا الفن المتحف هدفه والمسير تبعته هي، حتى لو مش مكتوب الهدف مش مكتوب، مسيرة المتحف لابد وإنها تؤدي في النهاية لصقل الهوية الثقافية الفلسطينية، لأن بنقول طالما إحنا موجودين ما بنعطي أي شيء يتفوت علينا. تاريخنا مهم وحياتنا مهمة، ماضينا مهم وحاضرنا مهم، بس مستقبلنا كمان مهم. وشو المستقبل؟ هو عمليا يعني بناء أول متحف فلسطيني للفن المعاصر. Thank you.
حقيقة بلدية أم الفحم أو الكتلة الإسلامية في بلدية أم الفحم اهتمت في احتضان الشباب، وكان جزء من رؤية الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إعطاء دور للشباب لقيادة المركب. فتم انتخابنا كأعضاء في بلدية أم الفحم مع مجموعة أخرى من الشباب الفحماوي من 3 سنوات، وهذا طبعا نهج الحركة الإسلامية في بنائها للقيادات واهتمامها في بناء الشباب. أنا كنت موجود في مجال المركز الجماهيري والعمل الشبابي في مدينة أم الفحم، واهتمينا من خلال هذه الحقبة الزمنية أنه نأسس عمل شبابي، عمل طلابي وحراك شبابي في مدينة أم الفحم. طبعا واضح جدا أنه هناك كثير من التحديات اللي واجهتنا خلال وجودنا في بلدية أم الفحم، من شح للميزانيات، من تضييق من المؤسسات الوزارية، ولكن من خلال إدارة حكيمة وسليمة لبلدية أم الفحم استطاعت أن تتجاوز كثير من العقبات، وأصبحت اليوم نموذج للعمل الإداري السليم على مستوى السلطات المحلية. أهل أم الفحم معروفين أنه ناس طيبين، مضيفين، ناس اللي هم وطنيين، ناس اللي عندهم الروح الوطنية، ناس اللي عندهم الحب لبلدهم والانتماء لبلدهم كمان، فهم معروفين من زمان. يعني حتى كان نطلق على أم الفحم في الزمانات عليها اسم جبل النار، لأنها كانت هي مركز ومعقل الثوار الفلسطينيين اللي ثاروا ضد الإنجليز، وكانت هي المعقل الصعب لهم يعني للإنجليز. بسنة 36 لحد سنة 39 كانت الثورة الفلسطينية ضد الإنجليز. ممكن نلاحظ أنه مدينة أم الفحم منذ النكبة من سنة 1948 حتى يومنا هذا لها تأثير مباشر في صناعة الأحداث في واقع الأقلية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. إذا أخذنا على سبيل المثال معظم القيادات السياسية في اللي تنشط على مستوى الحركات السياسية في الداخل الفلسطيني نجد أنه لها وجود في مدينة أم الفحم. على مختلف المشارب، على مختلف التيارات الفكرية، نجد أنه هنالك تمثيل حقيقي لقيادات فاعلة في هذه المؤسسات وفي هذه الحركات الشعبية والسياسية. فمدينة أم الفحم استطاعت أن تكون بوصلة للعمل السياسي والاجتماعي من خلال دورها السياسي، دورها النضالي، دورها الإغاثي، دورها المؤسساتي، دورها الإعلامي. فنجد أنه بسبب هذه الحقائق تعرضت مدينة أم الفحم لأكثر من هجمة بوليسية مؤسساتية من اليمين الإسرائيلي، وأكثر من ذلك حتى على مستوى الرأي العام الإسرائيلي، على مستوى شخصيات لها نفوذ ولها وجود في المؤسسة الإسرائيلية. وكان تتويج لهذا الشيء خلال السنة الأخيرة من خلال سنتين وجدنا أنه عصبة مصر توجهت لمدينة أم الفحم مرتين متتاليات بهدف طبعا خدش كرامة أم الفحم، وأن لهم ذلك. الحمد لله رب العالمين، أهل أم الفحم تصدوا لهذه الحملة بكل قوة وكرامة وشجاعة، واستطاعوا انهم يردوا عصبة مارزل الى نحورهم. طبعا منأكد انه طبعا ما وصلش لمدينة ام الفحم بقوته الذاتية، وصل من خلال حماية بوليسية، حماية مؤسساتية. المواطن الفحماوي بدفع عمليا من جيبته من خلال الضرائب، وكانوا ثمن ذلك كانت حماية لناس اللي جاءوا حتى يعتدوا على كرامة ام الفحم. بإذن الله رب العالمين المستقبل لنا، لأن المستقبل للحق ونحن دعاة الحق، وبإذن الله الهزيمة لغيرنا لأن الهزيمة للظالمين. نحن أمة واحدة، نحن جسد واحد، نحن عمل واحد، نحن ألم واحد. قولوا لهم إنا باقون، إنا باقون، إنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، إنا باقون. على مدار سنوات مدينة أم الفحم الحديثة كان هناك إفراز لعدة قيادات إسلامية وطنية،
من بينها مدينة أم الفحم أنجبت شخصية رائدة على مستوى الوسط العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي، هي شخصية الشيخ رائد صلاح اللي أصبح اسمه مقرون في حماية المؤسسات، حماية المقدسات الإسلامية، حماية الأقصى المبارك والدفاع عن الأقصى المبارك. فالشيخ رائد صلاح طبعا في بداية أو في نهاية الثمانينات تم انتخابه كرئيس بلدية أم الفحم، وكان في مقتبل الشباب، كان بداية الثلاثينات عمره، واستطاعت أم الفحم أنها تنتقل نقلة نوعية حقيقة من ناحية عمرانية اللي أعطى ذلك قوة وزخم لشخصية الشيخ رائد صلاح. نلاحظ أنه طبعا الشيخ رائد صلاح بعد تفرغه من رئاسة البلدية اهتم أكثر في مجتمع العصامة، الفكرة اللي طرحها بقوة، مجتمع العصامة للمجتمع الفلسطيني في الداخل، أن يكون هنالك استقلال ذاتي اقتصادي اجتماعي مدني للأقلية الفلسطينية حتى تستطيع أنها تستقل عن المؤسسة الإسرائيلية من حيث الخدمات وإلى ذلك. كانت تقريبا كانت معدوم الأطر النسائية ونشاطات النسائية، كانت تركز على فعاليات حزبية هنا وهناك يعني، فقمنا بتأسيس جمعية اللي هي جمعية الأنوار، جمعية محلية خليط من التيارات السياسية حتى المختلفة، كان النظرة السياسية كانت وضعناها على حدة على ما كانش في أولوياتنا النظرة الحزبية أو السياسية، كان كل همنا أن نعمل مع فئة النساء في داخل مدينة أم الفحم. ففعلا طبيعي جدا وضعنا كان وضعنا نصب عيننا يعني نصب الأعين تأسيس إطار نسائي معين اللي تكون في كل الفعاليات، يكون الإطار الدافئ لشريحة النساء، وأيضا تأسيس روضات وحضانات. الهدف الرئيسي من خلالها نستطيع أن نقوم في كثير من المحاضرات والورشات للنساء، وفعلا تم تأسيس روضة وحضانات مرخصة، برامج نسائية مختلفة، استغلال الأطر القائمة، المراكز الثقافية القائمة، المدارس، الفعاليات مثل مؤتمرات النسائية لتصب أيضا في مصلحة المرأة وفي تثقيفها، في يعني توجيهها نحو الأفضل من الأحسن الأحسن، مهما السيء للأحسن. وفعلا تم البرنامج، الجمعية تعمل على مدار تقريبا أكثر من 12 سنة. ثقافة الشعوب هي تمتد يعني تقاس في ثقافة الأكل، كلما ارتفعت ثقافة الشعوب كلما ارتقت معها ثقافة الأكل، كلما هبطت ثقافة الشعوب تهبط معها ثقافة الأكل. وإحنا بحاجة لدعم كبير وبحاجة لطاقة كبيرة حتى نرجع الثقافة، ثقافة التعليق، ثقافة الأكل. ليش سمينا مطعم البابور مطعم البابور؟ لأنه هنا العمارة هي عمرها 300 سنة، كان هنا قبل 300 سنة على زمن الأتراك بابور قمح، كل مطحنة القمح اللي كانت تطحن قمح كانوا يسموها بابور. لما أخذنا المحل هنا كان محل مسكر 100 سنة، أخذناه ورجعناه كيف كان وفتحناه على اسمه مطعم البابور، على اسم بابور القمح. وإحنا نفتخر بمأكولات مطعم البابور لأنه مأكولات مطعم البابور هي رجعت أصالة المطبخ الفلسطيني. المطبخ الفلسطيني يحتوي على كمية غنية كبيرة من نباتات الأرض، مثل الخبازة، مثل العكوب، مثل العلت، مثل سبانخ البر، مثل الزعتر البري، وهي الأشياء احنا بنفتخر بها ونقدمها على مدار السنة في مطبخنا وفي مطعمنا.
وفي كثير أجانب وزوار بيجوا على المطعم بس من شان هاي الشغلة.